هي أول تذكرة اقتنتها السيدة بدرة في أول رحلة سفر عبر هذه الباخرة للنقل البحري الحضري تربط ميناء تمنفوست بالعاصمة، كتجربة أولية لها بعد معاناة تنقلها بالسيارة نحو العاصمة. وليدي عيط لي الصباح قال لي ان باتو في لا بيروز لا بيشري، قال لي اي ديمار ا 9 بون جو مي سوي بريباري وجيت ركبت سا ما في جي اشتي لو تيكي سا ما في بليزير دو فوار لا مير هكذا دو فير مي كورس ونعاود نولي في البابور. سي ميو كو لا فواتور. نتهناو شويه من لا سيركولاسيون. 200 راكب بمعدل 4 رحلات يوميا وبمدة زمنية قصيرة تعكف عليها باخرة باجي مختار تنين مع تقديم خدمات نوعية تليق بالمسافر. لو ان تي ان في فا ايدي ا لوتيليتي بوبليك، ال فا ايدي ا ديزونغورجي دي فيكول كي فون بلوس دو 2 ساعة و30 دو روت، فا فير اونيكمون 20 ماكسيموم 30 مينوت بور اتر ا تمنفوست. وحنا رايحين نساعدوا بزاف في ليتي، وممكن ان شاء الله الا شفنا لا بوسيبيليتي سا سرا اون لين كي بو الي بلوس كو لا سيزون استيفال. هذا الخط والذي سيبرمج رحلاته على مدار السنة استحسنها المسافرون سواء من جانب ربح الوقت من جهة والمتعة البصرية من جهة أخرى. أنا في الحقيقة جيت بالطونوبيل حبست ليه ومن بعد كي شفت البابور هذا رجال تمن تافوست قلت هذا والله غنروح نشوف الحالة كيف، وكان طلعت رايح الأرجي حبا هذاك نحشو الحواس. أزمة شوية للناس باش تروح من الجزائر تروح في ساعة ولا فايت ساعة من 20 ولا نص ساعة تنحي شوية أزمة، الناس تقدر ديبلاسي ميم ديبلاسي في البحر حاجة مليحة. الطريق وكما نقولوا ميم تسولاجي في البحر وكذاش. وضع خط ميناء العاصمة تمنفوست حيز الخدمة ثالث خط بعد عين بنيان وولاية بجاية يدخل ضمن استراتيجية مؤسسة النقل البحري الحضري يكمن في تخفيف الضغط والوقاية من حوادث المرور خاصة في موسم الاصطياف.